الله وبركاته مشاهدينا الأكارم من التلفزيون الجوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء واستهلوا بأبرز العناوين. فخامة رئيس الجمهورية يستقبل وفدا من المملكة العربية السعودية. ودوليا 8 ملايين ناخب يتوجهون إلى مراكز الاختراع في مالي. أهلا بكم. غادر فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل صباح اليوم العاصمة جيبوتي متوجها إلى العاصمة أديس أبابا الإثيوبية، حيث سيقوم بزيارة خاصة ولذا مغادرة مطار جيبوتي الدولي. فخامة رئيس الجمهورية قام بتوديعه رئيس الوزراء ورئيس الحكومة بالإنابة السيد عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة والنواب. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل صباح اليوم في القصر الرئاسي الوزير السعودي المنتدب للشؤون الإفريقية معالي أحمد بن عبد العزيز قحطان ووفد المرافقين له من المملكة العربية السعودية. وفي هذا اللقاء تحدث الرئيس جيل والوفد السعودي حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأيضا حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين. ومن جانب جيبوتي حضر هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولية سيد محمود علي يوسف والمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون العربية ومدير دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السيد محمد دعالي وسفير المملكة العربية السعودية لدى جيبوتي. من جانبه أكد وزير المنتدب السعودي المكلف بالشؤون الإفريقية سيد أحمد بن قحطان توطيد العلاقات الأخوية في جمهورية جيبوتي والبلدان المنطقة. بعد فخامة الرئيس الجيبوتي ونقلت له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين. زيارتي تأتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توطيد علاقاتها بكافة الدول وخاصة في القارة الإفريقية، وجيبوتي من الدول التي تربطها علاقات مميزة بالمملكة العربية السعودية. إن شاء الله هذه الزيارات سوف تتكرر سواء هنا أو في المملكة العربية السعودية، وأشكر معالي وزير الخارجية على حسن الاستقبال والحفاوة التي لقيناها هنا. ومن جانبه أكد معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولية السيد محمود علي يوسف العلاقات المتميزة بين جيبوتي والمملكة العربية السعودية، وكذا أن هذا اللقاء الذي كان بين فخامة رئيس الجمهورية وزير المنتدب للشؤون الإفريقية السيد أحمد بن قحطان في إطار تعزيز هذا التعاون القائم بين البلدين، حيث سلم الوزير رئيس الجمهورية رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز. وكما أن المملكة العربية تلعب دورا هاما في ظل هذه الفترة في المنطقة. تربط علاقات قوية ومتميزة بين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية من أكثر 40 عاما، وذلك لما نتقاسمه من القيم المشتركة بفضل الموقع الاستراتيجي الفريد لنوعه في جيبوتي. المزيد حول هذا الموضوع تنضم معنا حسنة عبد يحيى. نعم شكرا، أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم. كما يتقاسم كل من رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي والملك سلمان بن عبد العزيز السعود رؤية مشتركة فيما يتعلق بالقضايا الجيوستراتيجية والجيوسياسية في المنطقة والعالم، وينسقان أعمالهما الدبلوماسية على الساحة الإقليمية والدولية. وتربط بلادنا علاقات مميزة مع السعودية كما تعكس إعادة انتخاب الرئيس إسماعيل عمر جيلي في 8 شهر أبريل من العام 2016 لولاية جديدة استمرارية الروابط التاريخية بين البلدين وتنشيطها وتوسيعها. وشكل المنتدى الاقتصادي الذي تم تنظيمه في أبريل 2017 فرصة هامة لتعزيز الروابط العميقة والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتعكس هذه المبادرة رغبة قادة البلدين لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون القائم بينهما من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة وإعطاء دفعة جديدة للتجارة.
وعلى الصعيد العسكري، شاركت جيبوتي في المناورات العسكرية التي شهدتها المملكة العربية السعودية، حيث تم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة الدفاع السعودية بمشاركة من القوات المسلحة والبحرية والقوات الجوية من 24 دولة. وتعكس هذه المبادرة التي تعد أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة الاهتمام الذي يوليها القادة السعوديون لتعزيز التعاون العسكري والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع مستوى الاستعداد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. الهدف الاستراتيجي لهذه التدريبات العسكرية هو الحفاظ على أمن المشاركة والاستقرار للدول، مع الأخذ في الاعتبار أسباب عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تشهدها المنطقة، مع إبراز قدرة العمل العسكري المشترك. وكانت هذه التدريبات العسكرية إحدى أهم التدريبات العسكرية في العالم من حيث عدد القوات المشاركة، وتعتمد على تدريب القوات على كيفية محاربة القوات غير النظامية والجماعات الإرهابية وفقا للمسؤولين السعوديين. وتطورت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وذلك طبقا لتوجيهات زعيمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل. إليك كلمة حاضر. شارك وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد علي حسن بهدون الاجتماع 24 الاعتيادي لهيئات السياسية التابعة للقوات الاحتياطية لشرق افريقيا في العاصمة الرواندية كينغالي. وقد رافق الوزير في مهمته وفدا هام مكون من الجنرال عثمان نور صبقلي ورئيس هيئة الاركان السيد علتيري ابراهيم فارح والمستشار الفني لوزير والملازم العقيد علي نوح عبدول وعدد من ضباط رفيع المستوى للقوات الجوية الجيبوتية. واعتمد التقرير اجتماع الرؤساء الأركان في إطار النقاط التي نوقش في هذا الاجتماع. وفي نهاية الاجتماع وقع وزير الدفاع على التقرير النهائي. اختتم في غرفة التجارة دورة تدريبية حول الإحصائيات ومعالجة المعطيات. المزيد إذا مع حسناء عبد يحيى. إذا أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. نعم، احتضن مركز تدريب في غرفة التجارة الجيبوتية صباح اليوم أعمال اختتام دورة تدريبية في مجال الإحصائيات ومعالجة المعطيات. وشارك في هذه الدورة كوادر من القطاع الخاص والعام، حيث نشطت من قبل خبير دولي السيد أحمد دوبي. وقدم المقيمون على تنشيط أعمال اختتام هذه الدورة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة المعطيات والحصول على الإحصائيات بشكل واضح وسريع. قدم الشكر لرئيس غرفة التجارة الجيبوتية وجميع المعنيين الذين وفروا الإمكانيات اللازمة والضرورية لتنظيم هذه الدورة التي استمرت لأيام. وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى تعزيز مهارات وجودة كوادر القطاع الخاص، وكما تهدف إلى تمكين الكوادر المشاركين في هذه الدورة التي مثلت فرصة لتعزيز معرفة وتنمية القدرات بصورة فعالة ومستمرة. وفي الختام تم أيضا حاول تقديم الشهادات التقديرية لجميع المشاركين في اختتام هذه الدورة. شكرا لك يا حسناء عبد يحيى. وفي كلمة رئيس غرفة التجارية الرئيس السيد يوسف موسى دوالي رحب بالمشاركين في هذا التدريب، وأشار رئيس غرفة التجارة أن هذا التدريب يعتبر توجيهي لقطاع الخاص والعام، وذلك حول الإحصائيات ومعالجة البيانات والاستفادة من تقديم هذه المعلومات للمشاركين، وذلك طبقا في ممارسة عملهم.
نظمت أمانة الدولة للشباب والرياضة بالتعاون مع شركاء برنامج مكتب تحسين إدارة الهجرة تظاهرات رياضية في تجرة، وذلك في 28 وحتى 30 من الشهر الجاري. وشارك في هذه التظاهرة الرياضية شباب من منطقة دخل وعلي صبيح وأبخ وتجرة، حيث شارك الفتية في المباراة كرة القدم والفتيات كرة اليد تحت عنوان اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالبشر. وأطلقت صفارة بدء هذه التظاهرة الرياضية كل من مساعد حاكم منطقة تجرة السيد حبيب الجيلاني ومدير أمانة الدولة للشباب والرياضة في المناطق الداخلية. وسيتنافس المتأهلون في هذه المنافسات النهائية الرياضية يوم غد في ملعب الرياضي بتجر. وإلى الأخبار الدولية ينضم معنا الزميل إدريس عمر وآخر المستجدات في الساحة الدولية. نعم، يقرر الناخبون في مالي اليوم الأحد ما إذا كانوا سيعطون الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ولاية ثانية أم لا، رغم انتشار العنف العرقي وعنف المتشددين الذي تفاقم بشكل كبير منذ توليه السلطة قبل 5 أعوام. ويواجه كيتا أكثر من 20 مرشحا يتنافسون على الرئاسة في بلد صحراوي إلى حد كبير تعرض للتمزق بفعل تمرد الطوارق والتشدد الإسلامي في المناطق الشمالية والوسطى منذ آخر انتخابات في عام 2013. أصيب 16 شخصا على الأقل بعد أن ضرب إعصار غواندري المناطق غرب اليابان التي تضررت مؤخرا جراء فيضانات والانهيارات الدينية التي تسبب فيها الأمطار القذرة. وأفادت الأرصاد الجوية بأن نحو 130 ملم من الأمطار في الساعة تهطل في مناطق مرور الإعصار، في حين تصل سرعة الرياح فيه إلى 23 في الثانية. في وقت ذاته أكدت أن القوة الإعصار تنخفض. من جهتها حذرت السلطات المحلية سكان المناطق المنكوبة من خطر الوقوع انهيارات دينية جديدة، وأسفرت عن فيضان انهيارات دينية التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر قرب اليابان عن مقتل 219 شخصا وفقدان 11 شخصا. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد عن الفتاة الفلسطينية عز التميمي ووالدتها نرمان بعد انقضاء محكوميتهما بالسجن مدة 8 أشهر. وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن عز تم قادر سجن شارون وإنها ستلتجي إلى بيت العائلة عبر حاجز رتسنيس العسكري شمال قرب رملة. وإن عائلة التميمي وعدد من الناشدين والإعلاميين توجهوا منذ 5 صباحا إلى حجز جبار قرب التلكم، لكن السلطات الاحتلال قيرت موقع الإفراج 3 مرات لمنع التغطية الإعلامية. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت عهد التميمي ووالدتها في ديسمبر العام الماضي بتهمة الاعتداء على وجود في ساحة جنود إسرائيليين في ساحة منزل عائلتها في قرية نبي الله صالح قرب الرام الله. في حصيلة جديدة أعلنت السبت ارتفع عدد الضحايا الحرائق التي اندلعت شرق أثينا الاثنين إلى 88 قتيل، بينهم 3 أطفال وهم فتاتان وفتى من بين أول الضحايا الذين تم التعرف عليهم، وقد أثارت وفاتهم حزنا في جميع أنحاء البلاد. وتوفيت امرأة أربعينية في المستشفى حيث تلقت العلاج منذ اندلاع الحرائق، بينما لا يزال 9 من الضحايا في حالة خطيرة بحسب وزارة الصحة. وأعلن خلال الليل المصدر التحرر خاصة طلب منه عائلة التوأمين متابعة القضية أن الفتاتين بين القتلى كانت الطفلتان صوفيا وفيزيولوجيا بالغتان من العمر 9 أعوام في طريقهما إلى الشاطئ البحر مع جدتهما عندما اندلع الحريق في منتجع ماتي البحري. هذا ما لدينا مساء اليوم. شكرا لك إدريس حول هذه الأخبار الدولية المتفرقة. مشاهدينا الأكارم إلى هنا ونصل إلى ختام النشرة، نترككم في رعاية الله وطيب المنام.